شغال عامة، لو ما غلقش النهارده بكره كده انا بقعد في جنبه ولا كده كنت بقعد، ما تشغلش بالك. طب خلاص مفيش مشاكل، مفيش مشكلة. مش هتبقى طلع صناع الحياة؟ أيوة خلاص مفيش مشكلة. وبعد كده بقى نتكلم بقى احنا شنو عايزين نعمل. لا تقف على الماسوره كويس؟ لا فايز، لا شغلها لها الافزام بتاعتها. الماسوره اللي فوق كنا شفناها اول. انهي الجهاز ده؟ ما رجب 2500 كله غلي بالسبب اللي بيرسل. لا الجهاز اللي بيرسل ده بس كده عامل 1050. ده تبع نام ستيشن ولا حاجه تانيه؟ لا نفس الشركه. ده اسمه روكت سيكتور. كان في حد قبل كده قال لي حاجه اسمها بي حاجه كده اير ماكس او بي ماكس هو اير ماكس كلهم فيهم الاير ماكس اي حاجه ام 5 فيها الاير ماكس ام 5 هو ده منهم؟ ما هو ده اقواهم. بعدين ده مش 16 كيلو بس بتوعك، ده انت ممكن تزود فيما بعد زي ما انت عايز بقى. هيدي النقطة واحدة وبعدين انت وزع بقى زي ما انت عايز، اصل من نقطة لنقطة مش من جهاز لجهاز. هو عايز لو اكتر من جهاز شادي، لو اكتر من جهاز مش هيحطوا سيرفر هنا. من نقطة لنقطة ده ماشي، مفيش اكسسات هتستقبل. ماشي ممكن اكتر من جهاز واحد استقبال. حسب لو انا عندي عايز نقطة، طب الجهاز اللي بيستقبل عندي بيرسل؟ انت عايز توزع على سلك بقى للناس هناك. لا بجهاز يشتغل على تردد 2.4 ل 5. منظفين العمل قوي في الجهاز ده. لسه العقده التانية ده كده بالصور الجهاز ده ممكن تجيب كده 10,000 سنه. لا بتكلم بجد. ما عدا من كام شهر يا راجل؟ 3 شهور. كام؟ 3 شهور. 3 شهور. لا لا عموما الجهاز ده على فكره يعني الاريال ده ما بيقولوش حاجه، الجهاز ده بس هو اللي هو الجهاز ده هو ده ضمان تمام. لكن هو مصمم اصلا للعمل او الدور شتاء وشمس وكل حاجه مفيش مشاكل. طبعا شوف هو حتى ايه عشان الميه عشان خاطر الناس يعني الناس مش ما بيلعبوش.
الصناعه دي. سيني طبعا. بس مش صيني صيني يعني اللي في بالك، لما شركة أمريكية نقلوا المصانع علشان يوفروا العمالة فلوس. تركب الإفزان. الإفزان الوقفة الأول. ده اللي هيركب هنا وده اللي هيركب هناك، ده يستقبل منه. جهاز خارج منه حاجة كده قدام بيستقبل منه. ده بيتحط في الباور عشان الكهرباء. رجب بص يا رجب، الافيز هيخش من هنا المجرى ده. ايوه من ده اللي تحت يا تمام كده. الباور بتاع 24 فولت رجب ولا 48؟ 24. لا مفيش اعلى من ده دلوقتي في النقل ما بين نقطه ونقطه. في حاجات تانية بقى 100 كيلو و200 كيلو كلام من ده. في حاجات انا قلت ده كم؟ 20. هياخد من هنا يودي البلد هناك للطبق ده.
هو جايب الخط هنا مش كده؟ تمام، هياخد النت من هنا. هياخد نت مش تليفون، هياخد النت. ده على الفاتورة بقى. لا، النت ملوش دعوة بالفاتورة خالص. دي خدمة ودي خدمة. بس هو جاي لك على التليفون. بيدفع فلوس النت في الشركة دي لوحدها. وانت في فاتورتك زي ما انت، مش اي مشاكل. لا لا، ما انا عارف، انا عارف. لا لا لا، هو خدمة النت منفصلة عن الموضوع ده، بس هي بتجيلك من السنترال عن طريق التليفون. هو كده كده هيشتغل سلوك، بس احنا عشان ننقله المسافة دي هناك، هو كده كده هينزل بسلك تحت بقى ويوزع هناك. اه ده في البلد ده. اه انما هنا ما بقاش ايه سلوك خالص. لا لا، بص يا رجب تخش كده. ايوه يا انت هتدخل جاية حاجات كبيرة كده. حاجة